ربنا موجود. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. أيها الرب إلهي عليك توكلت فخلصني، أعترف للرب على حسب عدله وأرتل لاسم الرب العالي هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي، آخرون قالوا هذا هو المسيح، وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي. ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ والمجد لله دائما. ربنا موجود.